متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. كيليان مبابي يعد المرشح الأبرز لخلافة ميسي ورونالدو على عرش الكرة العالمية، وفي الوقت الذي ينتظر فيه عشاق اللعبة هيمنة الفرنسية على الكرة الذهبية في قادم السنوات، يرى آخرون أن الوقت قد حان بالفعل لتحقيق ذلك الإنجاز ولا حاجة للانتظار أكثر من ذلك، خاصة بعد تألق اللاعب المبهر مؤخرا في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي. وإذا أراد مبابي أن يصبح خامس أصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية بعد الظاهرة رونالدو، مايكل أوين، ميسي وجورج باست، فسيكون عليه تحقيق بعض الشروط التي ستجعل حمله للجائزة الفردية الأغلى في ديسمبر القادم أمرا حتميا. لذا في هذا الفيديو سنعرض لكم 5 أشياء يجب على مبابي فعلها للفوز بالكرة الذهبية هذا العام. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. الفوز بالحذاء الذهبي في فرنسا. الخطوة الأولى تبدو الأسهل لكيليان مبابي من أجل الفوز بالكرة الذهبية في ديسمبر، وهي الحصول على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الفرنسي. ويحتل صاحب 22 عاما حاليا صدارة الهدافين برصيد 21 هدفا وبفارق 4 أهداف كاملة عن مطارده المباشر مهاجم موناكو ويسام بن يدر صاحب 17 هدفا. مبابي لديه معدل تهديفي رائع بالمسابقة، حيث سجل أهدافه 21 خلال 27 مباراة، أي بمعدل 92% هدفا في كل مباراة، وهي أرقام من شأنها أن تعزز من فرص اللاعب في إنهاء الموسم هدافا للدوري. التتويج هدافا لدوري الأبطال. يجب أن يخطط مبابي أيضا للتتويج هدافا لدوري أبطال أوروبا، وهي الجائزة التي بدت أنها ستكون من نصيب إيرلينغ هالاند قبل أشهر عندما سجل في 6 مباريات متتالية بالمسابقة، قبل أن ينجح مبابي في العودة إلى السباق من خلال تسجيل 8 أهداف في آخر 5 مباريات أوروبية، 4 منهم جاءوا ضد برشلونة و2 ضد بايرن ميونخ. وإن كان هالاند لا يزال في الصدارة برصيد 10 أهداف، فالفرصة كبيرة أمام مبابي لتخطي ذلك الرقم وتصدر الهدافين، خاصة بعد تأهل باريس سان جيرمان لنصف النهائي في وقت ودع فيه هالاند مع بروسيا دورتموند المسابقة على يد مانشستر سيتي من ربع النهائي. التتويج بالدوري الفرنسي ودوري الأبطال. كما نعلم جميعا فإن أحد العوامل الرئيسية في تحديد صاحب الكرة الذهبية هي التتويج بالألقاب الجماعية سواء محليا أو قاريا، وسيحاول مبابي مساعدة سان جيرمان على صعيد الدوري الفرنسي من أجل التتويج باللقب رغم صعوبة الموقف هذا الموسم عكس المواسم الماضية على الأقل حتى هذه اللحظة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر ليل مع تبقي 6 جولات فقط على النهاية. أما على صعيد الأوروبي فتأهل سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ رفع من أسهم الفريق الفرنسي في دائرة الترشيحات للفوز باللقب، لكن سيتعين على مبابي المواصلة على نفس تألقه الحالي لمحاولة بلوغ ذلك الهدف، وفي حال فاز كيليان باللقبين معا أو على الأقل لقب الأبطال الأهم فحظوظه في التتويج بالكرة الذهبية ستكون كبيرة للغاية. الفوز بجائزة أفضل لاعب أو أفضل هداف في اليورو. عام 2018 كان تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا عنصرا هاما في فوز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، لكن أيضا بلوغ كرواتيا نهائي كأس العالم لأول مرة في التاريخ بذلك العام وتتويج مودريتش بجائزة الأفضل في المسابقة ساعدا اللاعب بشكل كبير في الوصول إلى أهم جائزة فردية على الإطلاق. وفي الصيف المقبل ستتاح لمبابي فرصة القيام بشيء مماثل في بطولة اليورو سواء من خلال الحصول على جائزة أفضل لاعب أو هداف البطولة. صحيح أن المنافسة ستكون صعبة للغاية في ظل وجود نجوم أمثال رونالدو، ليفاندوفسكي، هاري كين وآخرون، لكن تواجد مبابي وسط توليفة رائعة من اللاعبين في منتخب فرنسا بطل العالم تعزز من فرصه في تحقيق أي من الجائزتين، وحينها ربما يكون دوري أبطال أوروبا بحوزته أيضا ما يمهد الطريق أمامه نحو أولى كرته الذهبية. الفوز باليورو.
كما قلنا سيكون تتويج مبابي بجائزة فردية هامة في بطولة اليورو الصيف المقبل عاملا مؤثرا في طريق الحصول على الكرة الذهبية، لكن ستتضاعف الفرص بالتأكيد إذا ما فاز اللاعب باللقب رفقة منتخب بلاده، وهي بلا شك أحد أحلامه وأحلام الفرنسيين ككل، خاصة بعد التتويج بالمونديال في آخر نسخة. وتعتبر فرنسا أحد أبرز المرشحين للتتويج ببطولة اليورو بالفعل، لكن من أجل ذلك عليها أولا التغلب على خصوم أقوياء كالبرتغال، ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا وإسبانيا، وشيء كهذا لن يحدث إلا بمساهمة قوية من مبابي رفقة زملائه لبلوغ المجد القاري. وإذا حدث ذلك وفاز مبابي بلقب اليورو إضافة لبقية الجوائز التي سبق ذكرها كاملة أو أغلبها، فسيكون حينها من الصعب حرمانه من معانقة مجد الكرة الذهبية، ففوز مبابي بتلك الجوائز سيقطع الطريق على منافسيه الأوروبيين، وقد يكون المنافس الوحيد له هو زميله البرازيلي نيمار إذا ما حقق هو الآخر لقب كوبا أمريكا مع البرازيل. لذلك قد نضيف حينها شرط فشل نيمار مع سيليساو. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.